السلام عليكم، تحياتي لجميع اصحاب وجميع الحباب والمتابعين على القناة اليوتيوب. مرحبا بكم. كما قلنا لكم غادي نرجعوا لكم في واحد الفيديو مزيون بشهوات مزيون ان شاء الله، وهذه غير البدايه. كعرفوا المحبه بيناتنا وتابعونا ان شاء الله وتسويبيونا في اليوتيوب وتلايكيو بارطاجيو ابونيو. اليوم انا قلت لكم كما وعدتكم البارح لكم غادي ننزل واحد الفيديو ديال البسطيله، ماشي اي بسطيله، يقدروا الانسان يشوفوا الطريقه اللي كنخدم انا. هذه كل الطريقه شكل انا كنخدم بالطريقه ديال الريستورون، يعني تقدر ديرها في اي وقت وما كتاخذش منك الوقت، ما تستريسيكش بزاف وما تنوضش توجد قبل 3-4 السوايع. يعني كل شيء بسيط، حاجه طبيعيه، اي حاجه عندك في الدار كتستعملها. المهم حنا غادي ندخلوا دابا في المعقول، ندخلوا في المعقول ان شاء الله وغادي نشوفوا شنو كاين. الدجاج كنعزلو ديما هاد الطريفات هادو، هاد الطريفات ديال الدجاج هادو، علاش؟ حيت كيكونو ملحمين وفي نفس الوقت رطب، ماشي بحال كدير الصدر. إلا درتي الصدر غادي يجي معزل في الماكلة، وإلا طيبتيه بزاف غادي يتفرتت ولوغو ديالو ما يبقاش في البسطيلة مزيان. إذن هادو هما أحسن طراف، هادو هما أحسن طراف اللي كيجيو في البسطيلة. غادي زيدو هدي وغادي نوريكم الطريقة باش نقطعوهم وباش نسيبوهم في الطنجرة. من بعد إن شاء الله غنخلي المكونات ديالنا. أنا نحتاج واحد شوية ديال المعدنوس، هو قصيرة وجدا باش منطولوش في الفيديو. البصلة مادام عاد طرونشيات صغارين، لحقاش البصلة ديال البسطيلة شفت بزاف ديال الناس كيقطعوها كيوقا، كيقطعوها كيوقا، ولكن يعني كتطيب بيها الدجاج، كتشحر بيها الدجاج، كتكون كيوقا بعد ملي كتبريد باش توجد التعميرة ديال البسطيلة راه خاصها تكون فيها البصلة كبيرة، باش ملي كطيح كتبقى المرة ديالها باينة ماشي غير المرة. البيض حاجة طبيعية، راه ماشي البيض كلو، ولكن محتاج السؤال يعني البيض نشوف واش غنحتاجو. أنا كنفضل ديما باش كنخدم بليبزار درس باش الطحون كيحاول يطحنو بيدي، وعندي ليبزار حاول مطحون، من الأحسن نعزلو ليبزار كحل لحقاش البيض كيكون أكثر هي كتكون فيه الطيبة. وبلوبار في مؤخرا كلشي ولا كيتشكى منو كديرو في الماكلة كيبدل في الطبقة ديال الماكلة. وترفع بطبيعة الحال، عندي الحلاوة هي اللي كاينة، الزعفران كتقولو لو نتوما ماشي مخلقو من البلدي، ولكن هذا الزعفران الرومي العادي، سكينجبير، زنجبير هنا غير باش نسمو به، ما كنكثروش منو، كنصبو المطحون كنديرو منو شي حاجة قليلة، كيتباع المطحون ما غير هكذا ما كتوجد حتى كدير حتى شي حاجة. وبطبيعة الحال ما نديروش الريكلام، ولكن معروف في أي دار وفي أي بلاصة هذا باش كتنسم به الماكلة ديالك، وماشي عيب باش تجيب الماكلة ديالك للديرة. الزبدة ضرورية غادي نحتاجوها في جميع الأحوال. المهم حنا صوروا كل شيء وغنوري لكم الوقت والساعة وقتاش كتستعمل. الملحة بطبيعة الحال انت وخياسك، غاديش نقول لك دير 20 غرام ديال هادي و 30 غرام ديال هادي. البسطيلة كتصوبها بطريقة اللي كتحس بها انت، وانا كنصوب بطريقة باش كنخدم، يعني نعطيك المقادير اللي غادي ندير دابا، وكل واحد يقدر يصوب بسطيلة صغيرة، بسطيلة كبيرة، بسطيلة 10 الناس، 5 الناس، 8 الناس، كل واحد والاخر ديالو. وماء الزهر اللي هو ضروري في هاد الوصفة هادي، هو اللي كيبنب البسطيلة، هو اللي كيعطي لها البنة ديالها. الزيت البلدية حاجة ضرورية، لأن كتشي هي ما كيطلعش طياب ديال الدجاج، تقدر دير الزيت البلدية أو الزيت الرومية، ولكن الزيت البلدية حاجة طبيعية باش كتحس بلوغو. خلاص، أمريها تكون قدامنا باش كنحتاجوها كنلقاوها. الورقة حنا الناس مع الحجر الصحي ما نقدروش باش نجيبو الورقه في الماء، وانا ما كنخدمهاش لحقاش انا بدينا نخدمو الورقه زعما خصنا نهزو السبات ما بقاش نكملوها بالعقل. المهم الحمد لله في الارض كلشي واجد، اما الورقه ديالنا ها هي كتجي هائله امبيكابل، ما كتهرس ما والو، السبعات اللي غادي يجمعوها يكونوا معلومين. اللوز راه تقلى، سلق خدينا خضر وسلقناه وقليناه. كاين اللوز كيتباع مقشر
ولكن هذا فين كيتزرع مقشر غير كديرو البسطيله راه كيعطي حتى شي طيب. لحقاش كتكون ديك الروح ديالو ديك الجهد ديالو مشى منو الطريقه باش كيطيبوه هما ماشي باش كطيبوه. انا كنديرو في الماء سخون كنخويا كندير الماء كيسخن في واتر كوكر حتى كيغلي ولا اللي ما عندوش هذا كيدير غير البريق كيسخن في الدار وكيغلي الماء وكتخويه عليه كتخليه واحد جوج دقائق ماكسيموم كتبدا تنقيه بلا ما تشعل عليه البوطا كيتفرك. وكاين طرق اخرين كاين ناس اللي معكازين خاصو شي يفرك كيجبدو كيصفيه كيدير واحد الكتانه كيحط فيها اللوز كيحط الكتانه في كنا وكيدرك كيحل كيبقى اللوز بوحدو وكيشرب وحدو. المهم على اي حال دابا غادي ندوزو الطريقه ديال النصيب ديال الدجاج باش اسرع وقت غادي يوجدنا الدجاج وغادي نقدرو نشربو في الماء ديالنا. بسم الله نزولو هذا يعطينا شويه ديال البلاصه نديرو هنايا. وتحيه خاصه للناس ديال الصفرو يعني بسطيله الصفرو مكاينش بحالها وبسطيله ديال الفاس مكاينش بحالها. الناس ديال الصفرو الناس كيصرعو الماكله. نحاول نخليكم تقربوا الكاميرا لعندي باش غادي تشوفوا الطريقه باش كيتقطع الدجاج. لحقاش الا مشيتي درتيه هكذا بحال في الكاميلا وطيبتيه راه كله غادي يتحل. راه ملي غادي تصبي تجبدو غادي تلقى العظم بوحدو والدجاج بوحدو. اذا حنا الدجاج خصنا ماشي نص طياب وماشي طياب مكمول. اذا الدجاج خصو يكون طيب بواحد الطريقه اللي تقدر تحلو بيديك تنقيه. وباش غادي نحتافظو عليه باش ما يتحلناش غادي نجيو لهنايا فين كاين واحد العظيم في الوسط وبكل سهوله كنحاولو نحلوه. هذا بوحدو وهذا بوحدو. وبالطبع راه الدجاج مغسول مصوب بالملح فيه المسائل ديالو كلشي. ندوزو هكذا ونشربو في العمل بطريقه سريعه. طبعا الا كانوا شي جديدات بحال هكذا خصهم يتزولو باش يكون داكشي بروبر. وكل واحد كيف كيقدر يصوب كاين اللي كيدير البصله تشحر هي الاولى وعاد يحط فوق منها الدجاج كله وطريقته. النتيجه راه كل الطرق تؤدي الى روما. النتيجه خص يكون الدجاج طايب وديك الدغمينه ديالو اللي كطيح منه ديك البركه ديالو اللي كطيح منه هذيك هي اللي كنستغلوها باش كنطيبوا منها كنخرجوا منها الصوص ديال الدجاج. المهم هذاك الشيء غادي يتم نبداو بالخرقوم ديالنا. ديرو على حساب الكونتيتي لي درت باش الدجاج كياخد الكولور. خصنا واخا نزيدو الزعفران انا ما فيها بس المهم داكشي كيكون هو هذا. درنا واحد النص يعني راه كافيه على حسب الدجاج اللي درنا راه قريب 3 ديال الكيلو. ولكن راه ملي الدجاج ملي كتزول منو العظم وكيبقى غير الهضره راه كيطيح بزاف. المهم حنا ما نمشوش بعيد. هذا الابزار زيدوا معنا باش تشوفوا الطريقه ديال الطبيخ. الابزار ما كنكثروش منه لحقاش مازال غادي نديرو الصوص بالبصله بزايد. خصنا دابا باش نوجدو الدجاج نكملو غنزيدو الزيت البلدي نديروها في الجنيبات باش غادي ندوز لتحت. راه كتلقي شويه عندك يجيب لكم الله راني كاز كنخوي في الاطار راه كتلقي غير السنيب كاز غير داكشي شويش. واخا درنا هذا غادي نسموه بواحد شويش ديال القزبر مطحون
ما نقولكش دير معلقه، ما نقولكش دير جوج، انت وعينك ميزانك. نجيو الملوحة اساسي، الملحة ما خصناش نكثروا بزاف لحقاش الشيء راه كيجي مالح وحلو. غادي نديرو نكتفيو بهادي، من بعد غير نكونو غنطيحو الطغميرة كبيرة، غادي نقدرو نزيدو لها الملحة ولا غادي ديك الساعة نشوفو شنو كاين. نزيدو كاع واحد المغيزة لحقاش الصوص يبقى لنا بلاتي هكدا. نديرو شوية ديال سكينجبير، وهادي خصها تكون سكينجبير زايد فيها، لحقاش نتوما عارفين بأن البنة ديالو راه كتبدل ماشي بحال ريحتو في الطياب كتولي شي حاجة أخرى. سكينجبير راه يعني شركة عالمية كتصوب هادشي هدا وعندها ديكشي 100%. المهم كنور مغديش نهضرو معاه دابا لحقاش ماشي وقتو، لحقاش الدجاج كيحل ديك البنون ديالو، كيحل ديك المسائل ديالو مزيونة. غادي نديرو أنا من عادتي ديما إلا مدرتش البزار فيرس واخا ندير البزار الاخر ما كيطربنيش، خصني ضروري نزيد شي حبات من الهنا. واخا دابا غندوزو الدجاج، ندوزو الدجاج يعرق، ندوزو الدجاج يعرق شويش، ندخلو يعرق، من بعد عاد غادي نولو البصيله وغادي نرميو له المعدنوس باش ما يتحرقش ويسخن في الطنجره. غير الدجاج يعرق وندخلو السخونيه، نسيبو له البصله باش يبقى الحمه ديالو. نشوفكم دابا شويش. هو الدجاج ديالنا وجد، دابا نحاولو نديرو في البلا ديالو. بسم الله. كما قلت لكم الدجاج خصو يبقى واقف، إذا تفرس الدجاج إذا ما كايناش بسطيلة، لحقاش بسطيلة خصك تكون كتجر جبد الطرف ديال الدجاج بحال هكدا. صحيح، نجيب هادو بوحدهم هنا وفكدا تبعهم هاد الجهة. هي عملية ساهلة بزاف، ولكن بالنسبة للنساء كل واحد عندو الطريقة ديالو. كنعجبني الطريقة ديال النساء، دابا تصوب بسطيلة كتبقى تهضر عليها تلت أيام قبل وتوجد بها زوينة، ولكن ملي كديرها كديرها بسرعه. حنا الرجال تعلمنا في الريستورات وتعلمنا ديك شي احتراف في الشويش، يعني الا جينا نفكروا البسطيله بيومين قبل غتكون الريستورا شدات والباترون داو اللعبس. المهم حنا كنحاولوا نعطيو ما امكن عندنا، نقدروا نوجدوا 43 بسطيله في النهار. دابا عطيتكم غير الشونتيو، كنصوبوا غير وحده ديال 10 د الناس. دابا عاد غادي نقدرو نزيدو البصلة هكدا، الربع ما تشطرش فيه لحقاش كيطلق واحد الطيبة هائلة، خصو يكون فيه بسطيله. اذا ما كانش باين اذا كل واحد وطريقته، كاين اللي ما كيديروش كاع، ولكن بالنسبه لي انا حاجه مهمه مهمه بزاف، لحقاش بسطيله المكونات ديالها قلالين خصهم يكونوا الطيبه ديالهم لذيذه. نحاولوا نحط هذا الشيء كله اللي عندنا هنايا. هذا نوجدوا بلادنا ديال هي كتقل اغسال بطريقه علميه، نزيدوا واحد شويه ديال الزر.
تبقاش داكشي اللي درنا في الاكثريه راه تكل شربوا الدجاج. نزيدو شويه ديال سكينجبير راه ما عارفين قالو اللي في بالي وبالك سكينجبير كما قلنا قبيله شويه ديال القزبر كاين اللي ما كيبغيش يديرو هذا غير الحبه ديال القزبر مطحونة كاين الناس كيديروا الكوزه انا على حسب الدراري الصغار والقرايه الا درت لهم الكوزه راه ما غيبقاو كابطيو والو وتا على حسابي انا باش ما نديرش المشاكل بزاف نديرو واحد زعفران بلدي الزعفران رومي رومي باردون باردون ماشي واحد كله المهم نديرو هادي هنا اللي كنبغي نقول لكم المشاهدين كلهم فاش بغيو ديروا كنور ديال الدجاج والاخص ديال الدجاج ماشي بحال ديال الغلمي ديال الدجاج كيبقى قاصح شي خطرات تقدر تكون كتاكلو وطيح في طرف صحيح ما دايبش اذا باش غادي تعوضو وغادي يكون 100% غادي تاكلي انه دايب غادي تشدوها الطريقه هادي وتنزلو هنا حنا غادي نديرو غير واحد ونص تشدوها هكذا ديرلو هكذا كاين البليطوار كيديروه مع المرقه كيطلقوه ولكن بهذه الطريقه هادي انا متاكد 100% غادي يذوب الفلاح حتى تيحجر يقدر ياكل تحت يبقى مزال وما يذوبلكش سيرتو هذا كنور ديال الترك ماشي ديال المغرب وحلال 100% نزيد واحد المغيزه ديال الماء مغيزه لحقاش بصلا كطلق الماء ديالها نزيد واحد شويه ديال الملح انا عيني ميزاني ما نقولكمش معايا القواده ولكن انا عارف شنو راني كندير نكملو من هادشي هنا السر ديال البسطيله هو هذا نغزه ماشي بزاف ما تعيقش براس الصبع هكذا شويه د القرفه وما تعيقش عاوتاني خطره اخرى باش ما يديك ما تفلتش كما شي واحد كيقول لك جوج معلقات ديال الزهر ولا ثلاثه د المعلقات حنا نديرو عينينا على ميزاننا ونردوها مريشه وغادي نديرو لها هكذا كافيه دابا غادي نردو الطنجره ديالنا فوق البوطه ومن بعد غادي نشوفو الريزولت كما وعدنا في المشاهدين غادي نرجعو باش غادي نحلو الدجاج كما قلنا لكم الدجاج مني ما كيطيبش بزاف حتى كيتحل كيبقى صحيح نحلو بواحد السهولة كبيرة وكينزل ديك الشيء يا سلام راه كاينين لي تريتور في المغرب كيديرو حفلة فيها الدجاج محمر مثلا واللحم ولا غدلي عندو حفلة فيها بسطيلة راه ديك الدجاج المحمر اللي كيخدم به في الليلة أو كيشيطلو راه هو النيت اللي كيستعمل في البسطيلة إذا الدجاج بأي طريقة درتيه راه يخدم لك البسطيلة بأي نوع ديال الطياب طيبتيه راه يخدم لك البسطيلة ليسونسي هما المكونات اللي كتزيد له مع اللوز مع المسائل ديالو هذا كل كيعطي البنة اللي كيخليها بسطيلة 100% وانتم كما كتشوفوا يجي هادشي ساهل وبزاف هانتم كيهبط ولكن ما كيتفرتش اذا كنا درناها بطرف صحاح كره كلشي تفرست لنا وكل واحد كاين اللي كيزول ديك الجلده ديال الدجاج كاين اللي كيخليها انا بالنسبه لي كنخليها لحقاش هي كتعطي 50% ديال البنه ديال البسطيله ديك الجلده ديال الدجاج راه هي البنه كلها كاش الدجاج راه في عمره غير 40 يوم ماشي شي دجاج اللي راه كيرعى في العربيه ولا 40 يوم في العمر ديالو وكله مربي بالدواء ومربي بهذا بنادم ما يخافش منه المهم في حيطة تاعك زولناهم كندوزو لهادو هنا فين كاين طريفات كبارين بحال هكدا طريفات
ولا دراتكم النار استعملوا الفرشيطه لقاش هادشي راه مازال سخون، الا تعطلتي عليه باش برد ما غاديش يكون بالشكل اللي بغيتيه انت. ولما بقى فينا هذا واحد ماشي معاها دقه دقه من بعد غادي نكملو غنرجع عندكم الفيديو نخليكم شي ورجع لكم. كما وعدناكم غنسالو الصلاة ديالنا طرفنا الدجاج كما قلت لكم ها هو الدجاج يعني فيه طريفة صغارين ومازال من بعد غنتسناوه يبرد شي شويش غادي نقدرو نضربوه بالموس على قدر الاستطاعة ديالنا. الدجاج تكون باين في البصيلة يعني الدجاج دخل الدجاج ماشي غير ريحة الدجاج. المهم نخلي الدجاج يبرد كما قلنا لكم غادي ندوزو المرحلة الثانية اللي هي مرحلة ديال نطحنو اللوز. اللوز كنطحنوه على جوج الشكل، اللوز كيجي مهرمش طايح اللي كيجي فوسط الطيلة مع التخليطة ديالو هنا نوريكم، واللوز كيجي واحد شوية كطحن ليه كيجي قاطح باش كتهبط اللوزة في يديك اللوزة ولا النص ديال اللوزة ملي كتجبد كتقها في يديك. انت نخلو واحد شوية هدا وشوية هدا. المهم دابا ندوزو نطحن اللوز غادي نقولكم باش كنطحن واخا بسم الله. كل واحد فيه كيخدم، لكن بزاف ديال المشاهدين والمتتبعين ديالنا غادي يشوفوا الطريقة اللي كنخدم ويقدروا ما تعجبهمش ولا تقدر تجيهم جديده ولا هذه ولا هذه. المهم انا غنطوب الطريقه ديالي والريزلت كومبورتوها تكون مزيانه لحقاش كلشي اول خطره غادي نخدم هادشي هذا خدمت 30 40 50 100 الطريقه اللي درتها بهاد الطريقه هادي درت الحراسات بها يعني عندنا ما فيها بروبليم غير دابا هادي بالضبط بطريقه نقيه ومقومه شي شويش على حساب الفاضي. المهم انا باش ما غنمشيش بزاف غادي نهزو درنا شويه ديال اللوز نديرو شويه الكبيرة نديرو هكذا غنمشيو لالا الطرفة الطرفة غادي نهزو لينا تقريبا قدها هنا نزيدو على البيت هنا راه ترى كنطحنو كنشوفو مخصوش يرجع لبرا ومخصوش يبقى قاطع بزاف. ونقدرو نمشيو بعيد ونحلوه باش نتيقنو لحقاش يمشى لنا هذا نورمال يكون بحال هكا يعني كنسوق فيه فين اللوز وكاين الفريك. دابا هدا غنخليوه قاطع شي شويش هكدا ملي كتكون كتاكل كطرق اللوز في فمك ولاخر غادي نحاولو نسينيوه مزيان. فوالا كيما قلت لكم كيبقى نحبوا بهاد الطريقة
ولكن اللي ما جيش غيكون حكم ديالي. نخلطهم هكذا بس الطريقة كيما قلنا في الأول. شوف لي كندير السكر بزاف، غادي تقول علاش انا كندير السكر بزاف. راه السكر بزاف والقرفة والزهر باش يدخل في التالي هو بالطيبة. أما الدجاج نمو كيما بغيتي، ولكن هاد المكونات هادو هما اللي كيخليوك تذوق الطيبة ديال السكر. الطريقة باش كتلويها، الطريقة باش كطيبها، والزين ديالها. فهمنا؟ مرق. غادي نطوه يا عمي هذا خصك تصور نحلوه باش نستعملو الإنذار هابط وي نخلطهم هكذا. تبارك الله الوليدات عندنا جالسين ما كيقراو ما والو، راه عارفين غير مدرزة بيناتهم. ايوا اش غادي نديرو دابا؟ حنا دخلنا في المرحلة الأخرية باش نبداو هذا. نخليو هادي نزولو الصالة ونفتحو الأوطار ونشيل البنة ونكملو الخدمة ديالنا هنا. البطاط زيد هنا البطاطا دابا كاين المرحلة الأخيرة اللي هي اللي غتنوض اللي ما كانتش هادي الصيلة ما كاينش. واضح شتيو لي درت الطرفة ودرتها بزايد معلاش غادي نزيد هاد الطرفة. كل واحد شنو كيدير، كاين اللي شي ناس انا شفتو كيديرو السكار، كاين كل واحد شنو كيدير، كل واحد حر في لاخور ديالو، كل واحد الطريقة اللي كيعرف. عندي عدة طرق اللي كيديرو بها في الكوزين المغربية كلها، ولكن انا فضلت هاد الطريقة هادي، يعني وفي الاخر هذا هو السر. خرج منو بريوات سيجار الدجاج تقدر تسدي دير بزاف الحاجات، لكن السر كيكمل كله هنا. الخوط هي في الاول غادي تكور، لكن غادي تنشف شويه غير ضربه غادي تسحب. هي غير في حداتها هاد الخليط هذا الا ضبتش الزيتي ومع القوام كثير غادوك بسطيلة 100% وخا ما فيهاش الدجاج. دونك بدنا كي نفس الطريقة
الناس كيديروا فيه الزبده الواحد شنو يقدر يدير. لكن انا الطريقه اللي كنت نسالها بها وهي كتعجبني اللي كتجيني هو 100% كيشكروا عليه الناس كلهم في ريستوران اللي كنت مسالي مازال الصحه مزيانه وكنت نخدم في ريستوران وكل شيء كيعجبو المذاق ديال السنه بالطريقه هذه. حتى الباترون ديالي اللي هو الشاف ديالي كنقدم له التحيه من هذا المنبر هذا السي نوردين كور كنقول له شكرا على اللي عطيتيني شي حاجه اللي ما كتقاضاش علمني الحرفه اللي ما عمرني غادي ننساها ان شاء الله مازال نزيد بها لقدام. حتى هو كانت كتعجبو الطريقه هذه لحقاش طريقه هائله وتقدر هكذا وعينك مزال وتذوق الخليط كي داير ما نكذبش عليكم ولكن واعر فوالا كنخليوه يرتاح باش شويه نقدرو نحلوه هو محطو كينشف وهو كيعطي الطوع باش يقدر يتحمل. بلاتي نشوفكم على ما نحل الخليط ديال الخبز اللي درتو.